بنت سلب حقها في الحياة، هذا الحق الذي حق لكل إنسان. بنت شرعت القوانين من أجل قتلها من قبل السلطة الجائرة، بل حرمت من الحياة تعسفاً وغصباً. هذا كله ينافي الفقرة الأولى من المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والتي كانت تقول: الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً. فهل عرفتموها؟ إنها الزهراء.